أحسن الله إليكم شيخ. السائل صاد ميم الشهري من حفر الباطن يقول: ما رأيكم عند بداية الأكل في بعض الإخوة يقولون بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار؟ ما صحت هذه التسمية؟ الوارد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله عند الأكل، يقول بسم الله عند الأكل ويحمد الله ويثني عليه إذا انتهى من الأكل، فيبدأ بسم الله وينتهي بالحمد لله. نعم.